السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله في الدرس اللي فات اتكلمنا على طريقة رسم المربع وعلى المساحة وعلى المحيط وعلى الحجم بتوع المربع. المرة دي هنتكلم على المساحة والحجم والمحيط بتوع المستطيل. المستطيل اسمه متوازي الأضلاع أو مستطيل. طيب يلا بينا نبتدي نرسم مع بعضينا. أول حاجة ان شاء الله هنرسمها الضلع الأول بتاع المستطيل برضو، وليكن ان شاء الله هنرسم اول نقطتين بتوع المستطيل اللي هم 7 سنتي. تمام، اول ضلع ده زي ما اتعودنا لازم اعمله تقيل. تمام كده، برضو بنجيب برضو المنقلة علشان تظبط لنا الخط. قلنا ان احنا ممكن نمسك المسطرة ونظبط بيها على الخط عشان لما اجي احرك المنقلة احركها براحتي. تمام، او لو هي هتضايقني ممكن اظبطها على الخط نفسه واجي احط نقطة هنا عند 90. برضو قلنا الزاوية التانية تمام كده، برضو اهم حاجة، لا دي اهم حاجة تكون عند الزيرو. تمام، بعد كده اجي هنا عند ايه 90. لو انا حسيت نفسي ان انا اتلخبطت ارجع اتأكد تاني، دي زيرو دي 90 اهي، دي الزيرو ودي 90. تمام، دي كده الزاوية 90 بتاعت المستطيل. المستطيل قلنا متوازي الاضلاع مش شبه المربع، يعني الضلع ده احنا عملناه كام؟ عملناه 7 سنتي. تمام، الضلع التاني هيبقى ضلع غير السبعة خالص، يا اما اكبر يا اما اصغر. طب انا هنا هعمله كام؟ انا هنا هعمله 4.5. تمام، اهم حاجة اظبط النقطة دي على النقطة اللي تحت، كام؟ 4.5. بكده انا اكون عملت الضلعين التانيين. زي ما اتفقنا لازم الضلع الاخير ما اروحش اعمله وخلاص، لازم احط عليه المسطره واتاكد ان هو مظبوط 7. ليه؟ لان ممكن ايدي وانا برسم ارسم غلط. تمام كده انا عملت الضلع بتاع 7. تمام، طبعا طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهم حاجه بس اتاكد من التوصيل صح. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا قلنا ده 7 في كام؟ في 4.5 سنتي. ليه بقى؟ لان ده مختلف الاضلاع، كل ضلعين متقابلين متشابهين. يعني ده كام؟ 7، ده كام؟ 7، ده 4.5، ده 4.5. بالتالي كده احنا رسمنا شكل المستطيل، وقلنا ان المستطيل المساحة بتاعته بتساوي الطول في العرض، يعني هنضرب 7 في 4.5. برضو بالنسبة لدينا نعرف نجيب المحيط، اعرف اجيب المحيط لان المحيط قلنا ايه؟ بيساوي الطول زائد العرض في 2، يعني 7 زائد 4.5 وهنضربهم في 2، يبقى انا كده جبت المحيط بتاعي بتاع المستطيل. طيب عايزين نعرف ايه شكل الحجم وازاي انا هرسم شكل المستطيل بنفس الطريقة اللي احنا رسمنا بيها المربع. اول حاجة اثبت المثلث ده تثبيت جيد، بعد كده اجي من هنا واقوم عامل الخط بتاعي اللي هو طالع على زاوية 30، خط خفيف جدا. تمام، ولف المثلث واعمل خط تاني برضو خفيف جدا. تمام، وبالمرة اعمل الخط اللي هو المستقيم اللي انا بظبط عليه باقي الرسمه بتاعتي. ادي النقطه دي كده اهو، اطلع بقى ده الارتفاع مش موجود هنا، هنا 7 طول 4.5 عرض، الارتفاع هنا هيبقى كام؟ هنخليه 4 سنتي. ده اساسي مش هيتمسح. ارجع اعمل خط عمل الخفيف كده من نقطة الأربعة وامشي كده، وارجع الف المثلث
عشان احافظ على الزاوية اللي انا بشتغل بيها الحجم بتاعي بتاع المنظور، واقوم طالع بدي كده. تمام. طيب احنا اتفقنا ان هنا ان عندنا ايه، عندنا في 7 وفي 4.5. دلوقتي نجيبه المسطرة ونقيسه، وليكن 4.5 من هنا، ونحط نقطة. نقيس 7 من هنا ونحطه نقطة. ارجع تاني اظبط المثلث بتاعي 45 اللي انا عامله قاعدة، وارجع تاني اظبط مسكة ايدي بأريحية خالص. تمام. وامشي كده. لا، هحتاج ان انا اطلع فوق شوية عشان اعرف ارسم الضلعين اللي فاضلين، اتأكد من استقامة الخطوط. طبعا هنا الورق عشان فلوسكاب فمسهل عليا استقامة الخطوط. تمام. ده المفروض ان انا هعمل خط من هنا، طبعا ده خط تقيل لان ده خط ثابت مش هيتغير. تمام. وادي الخط يعني برضو خط ثابت مش هيتغير. كده انا حددت النقطتين بتاعت الابعاد بتاعت المستطيل. اقدر دلوقتي ان انا هعمل الخطين الخلفيين لشكل المستطيل اللي هما بخط خفيف بواحد، الف المستطيل واحط ده كده حد اول ما يظبط معايا على اول خط المستطيل ده. كده خط تقيل. تمام. ارجع بكده اروح اتقل الخط اللي هناك ده. في ايه تاني كده عايز يتقل معايا؟ كل الخطوط الاساسية الثابتة اللي انا كنت بعملها معايا، بكده انا ايه خلصت كل الخطوط الاساسية لشكل المنظور. زي ما اتفقنا في خطوط خلفية انا مش شايفها، فقلنا لما نيجي نرسمها بنرسمها على شكل ايه، على شكل نقط، نرسمها على شكل نقط. تمام. وليكن انا دلوقتي عايز اوصل الخط بتاع المستطيل اللي خلفي ده، ده اللي بيفرق معايا في الرسم، الخط المستقيم اللي هو ظاهر قدامي من الخط الخلفي اللي انا مش شايفه. تمام. الف المستطيل. اهم حاجة احافظ على استقامة الخطوط بتاعتي عشان تطلع لي الرسمة بطريقة جميلة. طبعا برضو الخط طلع من عندي هنا طالع بصفته ايه، منقط زي ما اتفقنا، عاملينه كده لان هو ايه، دي خطوط خلفية. بكده نكون رسمنا الشكل الخلفي. طبعا من الخطوط العمل دي لازم تكون خطوط خفيفة. تمام. كده احنا رسمنا شكل المكعب بتاع المستطيل. نرجع تاني نتكلم على المساحة والمحيط والحجم. احنا هنا كنا عرفنا على الرسمة ديت اللي هي مسطحة معانا دي، ان احنا نقوله الطول في العرض يدينا ايه، المساحة. وقلنا المحيط بتاعنا بنقوله ان الطول زائد العرض في 2. تمام. طيب بالنسبة بقى للحجم، هنا الحجم هنقوله ايه بقى، نفس اللي احنا عملناه مع المربع هنعملوه هنا مع المستطيل. الحجم بيساوي طبعا ده الطول لان الطول هو اللي اطول. تمام. بالنسبة لده هنقوله ايه، الطول. تمام. وهنا هنقوله على ده
تمام، يبقى كده هنقوله الطول في العرض في الارتفاع. احنا قلنا ان ده 4.5 سنتي، وقلنا ان ده 7 سنتي، وقلنا الارتفاع هنخليه في حدود 4 سنتي. تمام، احنا قلنا المساحة الطول في العرض، يبقى انا هضرب الطول في العرض 7 × 4.5 يدوني ايه؟ المساحة. بالنسبة للمحيط قلنا الطول زائد العرض، يبقى الطول زائد العرض في كام؟ في 2. تمام؟ طب بالنسبة بقى للحجم اللي احنا رسمنا الرسمة دي علشان، الحجم عبارة عن ايه؟ الحجم قلنا طول في عرض في ارتفاع. تاني قلنا الطول اللي هو يبقى 7 في العرض في الارتفاع. هو الحجم اصلا عبارة عن ايه؟ الحجم عبارة عن ان انت جبت المساحة وضربت المساحة في الارتفاع، ده الحجم. تمام، ديت ان شاء الله كانت طريقة رسم المستطيل. احنا حابين بنوضح الاشكال الهندسية، بنمهد ليه ان احنا ان شاء الله الرسم بتاعنا والمستوى الليفل في الرسم هيعلى معانا مع بعضينا واحدة واحدة. لو في اي حد ليه تعليق او كومنت، يعني اقصد يعني او ملحوظة او نصيحة او اي حاجة يفيدنا بيها، يا ريت يسيبها لنا في اي كومنت من تحت. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، دعم منكم لينا، وان شاء الله لو عجبتكم الفكرة قولوا لنا عشان نكملوها، وادونا نصايح احنا نحب نرسم لكم ايه وايه اللي احنا نكمله فيه مع بعضينا. شكرا وجزاكم الله كل خير، مع انجينير احمد فوزي. السلام عليكم ورحمة الله.